سؤال رنتي هران لوغة شوابه هدانا وليسو نقنقنا يساو حولي يهي او ترابة الى صدح ميلود ما انت لوغسو قري صلاة الصبح ولا يدام يهر هاشنكو هديو يهر يالو ان قعانت كله تيرو او لاي ايدام ميان عوني كرا انتا ايدان كو سعودو ايانو ايدان كو دمانين قد يدان سؤال نقنقنا يساء يدو لا ايدام يما عوني كرا وحلقا يبان اللي يردو ان ايدت تدوينها قارسيين حديث كي نبيك عليه الصلاة والسلام الشيقي يا ولاد يقول ها مركو قفكو راشينكا سقوك عنتك وهي على أمام مؤدينكو ها عناها كلا ما يستمرات كيس أن حديث كثالة جاي على هنا إمارة سيدي سو جارسيان دط لكن فوق هذا يا علماء المسلمين توحيوا بدينهم حديث كاس أذانك وشيء يا إنه يا أذانك هراء إذا أذن المؤذن والإناء بيد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه حديث كاس وصغر مركب مؤذن كأدامة يدو متكين ويلكي وحكونا يا مكو عبيك عنتا كو هايستو يو اسكرلين إلى أمرات كي سكر لما يستو إذا أذن المؤذن أذان أم بشاغي كو هرانا مشاغين كو دنبنا مشاغين لكن هذا الحديث هو عام بليهن وحق خصيصة يا حديث كي ونبي قولي إن بلالا يؤذن بالليل بلال بوح أدامة وقت هبين أبو أدامي إسكعنا أو إسكعب إله أدام عبد الله ابن أمي مكتوم أصحابي هاي عندها لا وأذان كدم بأدامي مركا ساسع علماء المسلمين تكجت وابين روح إلى لبعض حديث توين الله كلا يحنين الله إسلا آخريو الله إسلا آخريو بس هذا هو الباني رحمه الله ودائر تقول كيس آذ الرجحان ويسقول لي هاي حديث كهرا عامه كنا خاصة ومعناه وحلورنا يا تدكو مركا أذان كدن بقارو وحبا معوني كرا إلا قفك قعان تكوها يستمو يعني وكاسي وصي وضي يعني سيقو ساس شيخ وشرح الحديث وحلورنا يا أبو لدتكو هاتشو وشيانو أذان كهورا هذا كدن مركا لقارو حبا يعوني لكن قفك قعان تكوها يستهسي وضو أي الله ورنا يا تفسير كاو قاتي آد سيقا واحد مودا عدة لقفتها ويرتها لكن جمهور الفقهاء والعلماء تفسير كهراي قاتين آية وافقسن أصوش وافقسن أحاديث وافقسن زاد رأد يدمر كا لا لا ما يسكت شوتش قال أنت أصلاً كل أفني وأنا نسير وحين صنورات كيس ما دام وبتعلد وهالك يكتب بينه يرى يفتي مني